يحتفل الأردن في مثل هذه الأيام بأسبوع الوئام بين الأديان، وهي مبادرة طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني لأول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون في أول أسبوع من شهر شباط من كل عام. وترتكز فكرته على العمل الرائد لمبادرة كلمة سواء، والتي دعت كل من العلماء المسلمين والمسيحيين للحوار بناء على وصيتين أساسيتين مشتركتين، وهما حب الله وحب الجار من دون المساس بأي من المعتقدات الدينية الخاصة بهم. وتعد هاتان الوصيتان في صميم الأديان السماوية الثلاث لتوفر بذلك أصلب أرضية دينية عقائدية ممكنة، وتشكل مصدراً قوياً للسلام والوئام بين المجتمعات. ونحن في الأردن نفخر بأننا أسرة واحدة، حيث يحظى المسلم والمسيحي في هذا الوطن بحقوق متساوية وعلاقات أخوة طيبة، ويعطى كل فرد فيه حقوق الكرامة الإنسانية دون استثناء أو تمييز، ودون النظر إلى لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه. في هذه الأيام كما في كل عام، نحن في الأردن نقف إجلالا وإعجابا واعتزازا بمناسبة عزيزة، نحتفل بعيد ميلاد الملك. في هذه السنة الأردنيون يحتفلون بالمئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، ومع هاتين المناسبتين نتوقف في الأسبوع الأول من شباط لكي نعيش كما في أسابيع السنة 52، نعيش روح الوئام، ونعيش إرثا نحن في الأردن نفتخر به. هذا الأسبوع الأول هو الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، فنحن في الأردن نفخر أولا بأن هذه المبادرة الهاشمية قد خرجت من فكر هذه القيادة الفذة، عندما قدم جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى الأمم المتحدة في عام 2010 المبادرة بتخصيص الأسبوع الأول من شباط لنشر ثقافة الوئام والاحترام المتبادل. وتبنت الجمعية العامة التي تمثل شعوب العالم كله، تبنت هذه المبادرة، واحتفلنا بأول أسبوع في عام 2011. وتطورت هذه المبادرة في الأردن التي ولدت من رحم رسالة عمان، ومن الوثيقة التي تكشف عبقرية الإيمان والانتماء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، حب الله وحب الجار. نحتفل في الأسبوع الأول في شباط، نحتفل بإيماننا بالله الذي أحبنا فنحب الله، ونحتفي بالقريب والجار. أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وقريبك كنفسك، هذه هي الوصية التي تدعو إليها هذه المبادرة أيضا، فقد أخذت من هاتين الوصيتين، أخذت هذه المبادرة بعدها الروحي والإنساني. نحن في الأردن سعداء بأننا نعيش هذا الوئام، ونتوقف في كل مرة عند الدروس التي نأخذها من السماء التي تأمرنا بهذا الحب، فيصبح الوئام واجبا ووصية ملزمة لنا جميعا، مسيحيين
ومسلمين، هكذا يعرف الجميع أنكم أردنيون، أنكم تلاميذ هذا الوطن والذي في داخله نقرأ كيف يمكن أن يعرف المؤمن. يعرف الجميع أنكم تلاميذ إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. نحن نقول في هذا الأسبوع الذي تمر به البشرية بمواجهة مع صلافة هذا الوباء، هذا الكمد، هذا القلق الذي تعيشه المجتمعات، نقول كم نحن بحاجة إلى وئام مع الروح، وكم نحن بحاجة إلى التعاون من أجل أن نواجه هذا الخطر الذي يواجه البشرية كلها. في الأردن سعداء بمبادرات مليكنا، فخورون هذه المبادرة التي سبقت وكانت ريادة في العمل من أجل السلام، صنع السلام ونشر الوئام. هكذا هي الأخوة الإنسانية. كما أن مبادرة الوئام التي أطلقها جلالته هي ترجمة لنهج وطني خططه القيادة الهاشمية في الحوار والعيش المشترك والتسامح بين الأديان وتجديد المفاهيم والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية النبيلة، حيث أن الأردنيين مسلمين ومسيحيين يعيشون أسرة واحدة في وئام يعد أنموذجاً يقتدى وشراكة تحتذى.